بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى عن بني إسرائيل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقلنا إن التحريف على نوعين: تحريف لللفظ بأن يزاد فيه أو ينقص، وتحريف للمعنى بأن يفسر بغير تفسيره، كأن يقال في صفات الله سبحانه وتعالى في غير ما أراد الله بها، فتفسر اليد بأنها النعمة، ويفسر الوجه بأنه الذات، وغير ذلك من أنواع التحريف المعنوي. لأن القرآن محفوظ بحمد الله من التحريف اللفظي الذي وقع في التوراة والإنجيل من بني إسرائيل، فالقرآن حفظه الله من ذلك، فلا يحرف لفظه، لأن الله تكفل بحفظه. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلا أن تحريف المعنى موجود بكثرة، فيحرفون المعاني عما أراد الله بها، ويؤولون الأسماء والصفات وغيرها من كلام الله على حسب أهوائهم ورغباتهم. يحرفون الكلمة أي تحريف لفظ أو تحريف معنى عن مواضعه، التي أي عن معناه الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى، اتباعا لأهوائهم وتحقيقا لرغباتهم. قال تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يحرفون الكلمة عن مواضعه. والعقوبة الثالثة أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، أي غفلوا، نسوا بمعنى غفلوا وتركوا، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك والإعراض عن الشيء. نسوا حظا أي أعرضوا وتركوا نصيبا مما ذكروا به، مما شرعه الله عليهم وفرضه عليهم، تركوه ونسوه باختيارهم وإعراضهم، نسوا حظا مما ذكروا به. وهذا دليل على أنهم لم ينسوا كل ما ذكروا به، وإنما تركوا بعضه، ومن ترك البعض فهو تارك للجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالله جل وعلا أوجب العمل بكل ما أنزله وشرعه لعباده بحسب الاستطاعة والمقدرة. وأما أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه فهذا ترك للجميع، ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، وهذا أيضا مواصلة لما هم عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يتركوا هذا على طول الزمان ومرور الأيام، وإنما استمروا عليه إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. ولا تزال أيها الرسول تطلع على خائنة منهم، أي يحصل منهم الخيانة، كما حصل منهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم أنكروا آية الرجم
وهي في كتابهم وجحدوها وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه رسول الله أرسله إليهم. هذا من الخيانة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. ثم أمر الله رسوله في مقابل ذلك بأن يأخذهم بالعفو والتسامح إلى أن يأتي أمر آخر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فدل على أن العفو والصفح عن المخطي والمسيء أنه إحسان، وأن الله مع المحسنين، وهذه معية خاصة كما سبق بعد المعية العامة. والمراد بالإحسان كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، أن يعبده بالإيمان واليقين كأنه يشاهد الله جل وعلا. فإن لم يصل إلى هذه المرتبة فليعلم أن الله مطلع عليه ومراقب له، فيحسن العمل مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى، لما ذكر أنه أخذ العهد على اليهود ذكر أيضا أنه أخذ العهد على النصارى وهم أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام. اليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى أتباع المسيح. ثم قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى، أي دعوة ادعوها ولم يحققوها، لم يقل من النصارى، وإنما قال من الذين قالوا إنا نصارى، أي ادعوا أنهم أتباع المسيح عليه السلام وأنصار المسيح. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فهم سموا نصارى لأنهم أنصار المسيح عليه السلام، لكنهم لم يثبتوا على هذا، بل إنهم حرفوا وبدلوا وغيروا وأحدثوا في دين المسيح ما ليس منه، ونسبوه إليه كذبا وبهتانا. إنا نصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، كما أخذ الله على اليهود الميثاق وحرفوه وبدلوه وغيروا فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، كذلك النصارى سلكوا هذا المسلك، أخذ الله ميثاقهم ولكنهم لم يفوا مع الله. أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا نصيبا كبيرا وحيزا واسعا مما شرعه الله لهم، فغيروا في دين المسيح وحرفوا وتركوا كثيرا منه، ولم يبق عندهم إلا الانتساب مع قليل من العمل الذي لا ينفع ولا يغني شيئا. نسوا حظا مما ذكروا به، فعاقبهم الله جل وعلا لأن الله أغرى بينهم العداوة والبغضاء. فهذا دليل على أن المعاصي ومخالفة الرسل أنها تحدث البغضاء والعداوة بين الناس. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.